مكملين معكم ملفاتنا، وسؤالي لكم: هل اشتريتم الآيفون الجديد ولاحظتم اختلاف أم لا في ذلك؟ رسالة إلى محبي آيفون من عدة خبراء التقنية: لا تشتروا البرو ماكس والبرو من الهاتف الجديد. هذا ما تقوله الأرقام التي أعلنت من قبل أبل حول ارتفاع حجوزات المستهلكين لآيفون 16 وآيفون 16 بلس، زادت بنسبة تصل إلى 48%. هذا الارتفاع قابله انخفاض نسبة حجز البرو والبرو ماكس حتى 27%، فمع طرح النسخ الأقل في آيفون بمميزات منافسة للنسخ الأعلى أصبحت الأولى الأكثر تفضيلاً لدى العملاء. لكن لماذا علينا ألا نشتري آيفون برو؟ هذا مقطع من السوشيال التقني أدهم الغامدي يشرح السبب، لنشاهده. اشتري ايفون 16 بس لا تشتري البرو. هذه السنة من الصعب تعرف الفروقات بين ايفون 16 و 16 برو، وهذا شيء ممتاز بعلمك بعد شوي ليه. بس وش اهم ثلاثة فروقات بينه؟ اجهزة برو دعمت USB 3، الاطراف النحيفة للشاشة وبالتالي شاشة اكبر، والمعالج الاقوى طبعا. عدا عن ذلك الاختلافات نفسها اللي موجودة في الاجيال الماضية، مثل الجودة الاعلى في التصميم في اجهزة برو والكاميرات اللي هي مختلفة بالخلف. لكن اللي اعجبني هذه السنة انه ايفون 16 حصل على كل الميزات الجديدة، زي زر التصوير الجديد، ميزات الذكاء الاصطناعي، وانك انت ترفع الجوال يتعرف على اي شيء، كلها جت في ايفون 16. وهذا شيء شوي مختلف على ابل، لانه ابل السنوات الاخيره الميزات الجديده توديها للبرو اول وتقعد عندها سنتين وبعدين تنتقل للاجهزه العاديه. وكان ابل هذه السنه تقول تبغى ايفون جديد، خذ ايفون 16 او 16 بلس الارخص. طيب خلونا نرحب من عمان بالخبير التقني رائد سمور. يسعد صباحك رائد. وأول سؤال حاسألك هو: هل أنت من الذين سارعوا وأقتنوا الآيفون الجديد، خصوصا أي البرو وماكس اللي عليه جدل كبير الآن؟ أنا قد أفاجئك، يعني لا، أنا ما اشتريت الجديد، والآيفون اللي أنا بستخدمه الآن آيفون 11. لأنه لازم أستهلك الآيفون حتى آخر لحظة. أنا من نفس المدرسة، ولكن يقال بأنه عند إصدار آيفون جديد وطبعاً نظام جديد يقوم القديم يخرب تلقائياً، وهذه سياسة تنتهجها الشركات. إيش رأيك؟ لا والله عندي آيفون 7 كمان بعده شغال. طيب هذا شيء والله يعني كويس. احنا مشكلتنا احنا كمستخدمين، يعني احنا كمستهلكين عندنا الغيره، يعني هذا حامل 15 لازم انا احمل 15، هذا 16 برو ماكس انا لازم اجيب 16 برو ماكس. لا، الاجهزه هي ذاتها تختلف، يعني نظام التشغيل هو ذاته. نعم. يعني انت عم بتترقي نظام التشغيل دائما، كل ما بينزل نظام تشغيل جديد او تطوير عن نظام التشغيل انت تاخذ ذات الميزات، لكن هو انت تدفع ثمن الجهاز بالاخر كجهاز. اما يعني الان 16 انا مضطر اني اشتريه. ليش؟ لانه دخل الذكاء الاصطناعي عليه. نعم. وبالتالي انا كشغلي وطبيعه شغلي تتطلب مني اني دائما اخرب الاجهزه واشتغل على الاجهزه واغامر بالاجهزه حتى اكون على اطلاع دائم. طيب. حتى اكون على، يعني بغض النظر عن موضوع الذكاء الاصطناعي رائد، يعني الخبراء بيقولوا انه يبدو انه ايفون 16 برو الجديد ليس ضروريا لمعظم الناس، خصوصا انه ايفون 16 هو نفسه ايفون برو وما فيش فرق كبير او هناك فرق بين الجهازين. هي الفرق الشاشه اوسع حقيقه. نعم صحيح. والفرق بدخول كبسة الذكاء الاصطناعي، التصوير بالذكاء الاصطناعي، زائد انه دخول محركات ومولدات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة. لا بالعكس، يعني أجهزة أبل، شركة أبل مش غبية تطرح خط إنتاج كامل لا لزوم له. لا مو حكاية، بس انه قريبين، يعني المميزات ليست مميزات فارقة بين الجهة. هي مميزات قريبة. نعم. وبالتالي هو بنصحك قاعد بالتالي من البداية بقول لك اشتري 16 العادي، ما تروح لا للماكس ولا للبرو ماكس. لا. يعني هو كشركة له مصلحة يظهر، له مصلحة لأنه يظهر في شيء معين في المعالجات، في ثمن المعالجات، في
القطع الاساسيه اللي موجوده داخل هذا الشيء. في شيء في سر لدى شركه ابل انه طرحت هذه السنه الامر بهذه الطريقه. لكن الاتحاد الاوروبي خلينا عشان نكون واضحين اكثر، الاتحاد الاوروبي منع دخول الماكس والبرو ماكس الى الاتحاد الاوروبي ل 16، لانه يعني يدعي انه في هناك حمله لمكافحه الاحتكار لدى شركه ايفون في اوروبا، وبالتالي في انت عندك 60 مليون وحده هذول ما حينباعوا الان في 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 الاتحاد الاوروبي. نعم. كل سنه من 56 الى 59 60 مليون وحده تباع في الاتحاد الاوروبي السنه. يعني الامور مختلفه تماما. نعم. في امور يعني ترتبط بالخصوصيه كمان. الاتحاد الاوروبي يدعي انه مواليدات الذكاء الاصطناعي الان تعتدي على خصوصيه المستخدم. نعم، موضوع وبالتالي احنا يعني يمكن كثير ناس ما هم حابين يشتركوا الجديد علشان موضوع الذكاء الاصطناعي بصفه عامه، ليس فقط في الايفون بل كل الجوالات. لكن خلينا نروح الى جانب اخر من القصه، الحنين الى الزمن القديم والاجهزه القديمه مع عوده الهواتف غير الذكيه، امر شائع الان. نشاهد هذا المقطع من السوشيال. ويا مرحبا فيكم. وحسب الأخبار المتداولة حول العالم أن المستخدمين بدأوا يتجهون لشراء الأجهزة القديمة اللي من ضمنها نوكيا، ويقولون أن نوكيا بدأت تنتج العديد من الأجهزة القديمة. بحط لكم صورة لجميع أجهزة نوكيا والأجهزة القديمة، وعطوني الأجهزة اللي أنتوا اقتنيتوها سابقا وقرار أنك تتركها كان قرار صعب. يا هذا الجوال من يذكر أيامه يا شباب. والله أنا ما أدري عام كم نزل في السوق، لكني أذكر يوم نزل وشريته أنا. طبعاً مع الأسعار المرتفعة للجوالات الجديدة خصوصاً اللي تتمتع بمميزات إضافية، يعني يبدو إنه الجميع يتجه إلى الأسعار، يعني الأسعار الأرخص. يقول خلاص بما أنه كلها زي بعض الأرخص، لكن هناك فئة يمكن أنا منهم أبحث عن الجوال يكون ليس بهذا الذكاء، يكون بيسك وأساسي وفيه كل شيء ولكن بعيدا عن التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة جدا التي أنا في غنى عنها. إيش رأيك؟ هل تشوف أنه في إقبال على هذا النوع من الأجهزة؟ لا أنصح كمان يعني الإقبال على هذه الأجهزة، لأنه سوف تشكل خسارة زائدة على المستخدم، لأنه الأبراج الآن متقدمة جدا وهذه الأجهزة القديمة لا تعمل مع الأبراج الجديد. فعمليا سوف يأتي يوم تجد أنه لا إشارة على هذه الأجهزة على الإطلاق. أنا عندي رينج كامل، يعني الأجهزة القديمة كاملة، عندي الرينج كامل، عندي فترينة خاصة فيها كل هذه الأجهزة، لكن ما بشغل ولا شيء، لأنه في لحظة من اللحظات سوف يتم فصل الخدمة عن هذه الأجهزة، لأنه الأبراج بتطورها وبتقدمها يعني لم تعد تعمل هذه الأجهزة عبر تلك الأبراج، يعني لا تلتقط الإشارة من خلال الأبراج الحديثة، فبالتالي حرام نخسر. طيب برأيك لماذا الانتقادات كثير على إصدارات الآيفون الحديثة واستغلال الشركات الأخرى للترويج لمنتجاتهم والسخرية من آيفون، إنه لما يصير عندكم الطي كلمونا، حاجات زي كذا ظهرت، يعني هل تشوف إنها خسرت في المنافسة مع الأجهزة الأخرى التي قدمت مزايا إضافية مختلفة؟ في يعني حكايتين للموضوع. الحكاية الأولى، نعم في استهداف لشركة آيفون من المنافسين بعدة طرق، وهذه بروباغندا تجارية خاصة يعني تتبعها سياسات تلك الشركات المنافسة لشركة آيفون. لكن في ذات الوقت إذا إحنا بنعرف إنه الشركة التي تنتج التبغ هي ذاتها الشركة التي تنتج البايب، هاي السيجارة الإلكترونية، المالك لهما واحد. نعم. والمعركة المستعرة ما بين الشركتين وما بين المنتجين على شبكات التواصل، هذا مؤيد للسيجارة وذاك مؤيد للسيجارة الإلكترونية، على الرغم من أنه المالك واحد، إذن من يدير المشهد هو المالك بالأساس، لأنه له مصلحة في حركة الصراع حتى يبقى المنتج مشتعل في السوق وتبقى يعني الحالة الإعلامية والترويج المجاني للمنتج والشراء، هذا هو التارجت الرئيسي. شكرا لك. نعم. الخبير التقني رائد سمور من عمان.